النهارده جبنا ليكم من الكنترول قايمة مسلسلات اللي هتتعرض في رمضان 2021. كل سنة وانتم طيبين. نبدأ بمسلسل اختيار 2 رجال الظل. إعلان المسلسل ظهر للنور من فترة، وده من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وطبعا كلنا عارفين قصته اللي بتتناول قصص واقعية عن رجال الجيش والشرطة. مسلسل نسل الأغراب، والمسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، وبيحكي عن شخص اتهم في قضية قتل ودخل السجن. لما خرج اكتشف إن صديق عمره اتجوز مراته ونسب ابنه ليه. تالت مسلسل معانا هو مسلسل هجمة مرتدة. المسلسل بطولة أحمد عز وهند صبري، وبتدور الأحداث عن المخابرات المصرية وأحداث ثورة يناير، وطبعا انتوا عارفين الباقي. مسلسل موسى من بطولة محمد رمضان ورياض الخولي، وأحداثه مختلفة تماما عن مسلسلات محمد رمضان، وهو بيحكي فترة الخمسينات عن بطل باباه مات وبيتحمل مسؤولية اخواته وبيعجب ببنت، وطبعا مفيش اي تشابه خالص ما بين اي مسلسل قدمه قبل كده. برغم ان يسرى اعلنت انها بعيدة عن السباق الرمضاني السنة دي بسبب طبعا اصابتها بكوفيد-19، الا ان اعلان مسلسلها ظهر، وهو من بطولة باسل خياط، واسم المسلسل حرب اهلية. بتدور احداثه حوالين سيدة بتسيب بنتها وبتتربى مع باباها ومرات باباها اللي بتكبر، وهي قريبة من مرات باباها وطبعا مش بتحب مامتها. يحيى الفخراني عدل الساحة الدرامية من خلال المسلسل نجيب زاهي زركش، والأحداث بتدور في إطار كوميدي حوالين أب بيشتغل محامي وعنده خلافات مع أولاده. هو تقريبا نفس فكرة مسلسله الأخير، بس للتجديد بيظهر في مسلسل أرمل مش متجوز. القاهرة كابول، المسلسل اللي سمعنا عنه كتير من أكتر من سنة، وهو من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي، ومن اسمه كده نقدر نعرف الأحداث اللي بتدور حوالين الإرهاب والصراعات اللي موجودة بين الدول. نيلي كريم هتظهر من خلال مسلسل ضد الكسر، وشكل اللي ضحكنا في بميت وش وز وز هيطلع علينا بط بط دلوقتي، والأحداث بتدور في إطار اجتماعي حوالين سلمة اللي بتعاني من استهتار جوزها ومن تعدد نزواته. مسلسل لعبة نيوتن اللي بيرجع منى زكي للساحة تاني، ومعاها محمد ممدوح تايسون. المسلسل درامي رومانسي حوالين خلافات العائلية بين منى ومدوح، اللي بسببها بتقرر منى انها تنهي العلاقة اللي بينهم وتسافر برا. مسلسل النمر من بطولة محمد امام ونرمين الفقي، واحداثه بتدور حوالين شاب بيهرب من الصعيد عشان عليه طار وبيشتغل في محل صاغة، وطبعا الحياة مش بتمشي كويس ولازم يقابل حد يلخبط حياته، وفي بنت بتقابله وتحبه عشان هو شهم. من اول ما ظهر البوستر الدعائي لمسلسل الملك لعمرو يوسف اتوجه لصناع المسلسل انتقادات كتير جدا، لان المسلسل بيتكلم عن قصة الملك احمس، والناس قالت ازاي عمرو يوسف يبقى احمس، مش راكبه خالص. كوفيد-25 المسلسل اللي اعلن يوسف الشريف عنه من نص السنة اللي فاتت، وبطولة ايتن عامر وامير صلاح، ويا ترى المسلسل بعد ما نشوفه هنقول شابو يوسف الشريف ولا هنسكت خالص؟ انا شخصيا بستنى مسلسلات يوسف الشريف كل سنة. مسلسل قصر النيل اللي من بطولة دينا الشربيني وصبري فواز، واحداثه بتدور ان زوج دينا بيموت، فبتضطر، واخد بالك من بتضطر دي، انها تتجوز اخو جوزها اللي هو اصلا متجوز وبس. ضل راجل المسلسل من بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي، والمسلسل أحداثه عن الدراما الشعبية. يا ترى هنشوف الجزء التاني للفتوة اللي هو البطل اللي بيدور على الحق والخير والبنات كلها بتحبه، ولا هيبقى فيه اختلاف؟ هنشوف. مسلسل أحسن أب من بطولة علي ربيع وسامي مغاوي، ومن اسمه أقدر أحكي لك أحداث 30 حلقة، واللي مش هتخرج إن البطل بيحاول يبقى أب كويس وجميل عشان ابنه يفرح بيه. غادة عبد الرازق بتقدم مسلسل لحم غزال، وأحداثه بتكون في حارة شعبية تقريبا رمضان السنة دي برعاية الحارة المصرية، وطبعا الأحداث حوالين مشاكل اجتماعية في الحارة الشعبية. وكل ما نفترق مسلسل من بدايته لحد الآن مليان مشاكل، وكل شوية المخرج يهدد بالانسحاب، وشوية الأبطال بيتعاركوا مع بعض، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف، وفي احتمال إن ريهام حجاج تنسحب، والأحداث في إطار تشويقي حوالين أختين توأم وواحدة هادية. الزوجين ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي بيتجمعوا في مسلسل اللي ملوش كبير، واحداثه بتدور حوالين والد ياسمين بيجبرها تتجوز من راجل اعمال غني وكبير في السن، فبتتحول لواحده أسية وبتتعرف على احمد العوضي، وبعدين ايه بيحبوا بعض، حكايه هرست في مليون فيلم ومسلسل. بس تمام، فيلم بين السماء والارض اتحول لمسلسل من بطوله هاني سلامه ودره وسوسن بدر، والمسلسل اسمه برضه بين السماء والارض، 30 حلقة، هاني سلامة ودرة محبوسين في أسانسير وبس كده. ملوك الجدعنة
مسلسل من بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد، وأحداثه حوالين شخصين أصحاب بيدخلوا في صراع مع عدو ليهم. بصوا توقعوا تشوفوا فيلم سلام يا صاحبي الجزء الثاني. شقة 6 مسلسل رعب من بطولة سيد رجب وشريف سلامة وروبي. كفاية كده. مسلسل خلي بالك من زيزي من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، وأمينة خليل بتظهر في دور طالبة في الجامعة. أيوة، أمينة خليل طالبة في الجامعة، وكفاية أحداث لحد كده. عالم موازي مسلسل دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف، وطبعا مسلسل كوميدي ودلال عبد العزيز وسمير غانم هيظهروا ضيوف شرف في المسلسل. في مسلسلات ممكن تدخل السباق الرمضاني زي مسلسل المداح لحمادة هلال، ومسلسل فارس بلا جواز لمصطفى قمر، ومسلسل بنت سلطان لورجينا، وكله بالحب لزينة وصابرين. احنا كده حكينا ملخص شامل لمسلسلات رمضان، فمش هتحتاجوا تتفرجوا عليهم، ونصحتنا ليكم القرآن والصلاة، والمسلسلات دي هتتعرض تاني بعد رمضان على الأقل عشان تتفرجوا عليها مرة واحدة بعيد عن الإعلانات والفواصل. شكرا ليكم. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو.